للبحث عن الضعف، أجمع العدد مع نفسه لأحصل على ضعفه. 6 مع 6 يساوي 12، إذن ضعف 6 هو 12. 15 مع 15 يساوي 30، إذن ضعف 15 هو 30. بالنسبة للمقارنة، علامة أكبر عبارة على فم تمساح يأكل دائما العدد الكبير فقط، ديما يتجه للعدد الكبير. أما المكمل فهو العدد الذي ينقصنا للحصول على العدد المطلوب. يمكن البحث عن المكمل بإنجاز عملية طرح، هو دائما مجهول المكمل.